أقف لحظة يا حبيب، لم أعد أطيق البقاء هنا. إن كنت تعشق الإمام الحسين فعليك أن تقتحم الشط معي. الأخوة يا حبيب ابن مظاهر، نخوة يا حبيب. أنا بالنسبة لزماني من موكب 1954 كان هذا مؤسسنا الموكب، هو أقدم موكب بالمحافظة، هو موكب حبيب، كان هذا موكب حبيب هو القضاء. هسه اللي نزل من الشبايش ما يقارب فوق 30 موكب، ينزل للطامة يعني، احنا مو كلها هاي مو كلها نزلات. الموكب ليش سمع الاسم حبيب؟ من 54 موكب صار قبل قطعته موكب حبيب المظاهر الاسم، ما قال لا موكب عجاج ما له موكب. احنا حتى بنروح للزيارة يعني حتى لا ما نروح الإمام الحسين أباد يصير موقف نور حبيبه، هو هاي مو أنا اللي أقولها، تتمناها كل عشائر الغير بني أسد. يعني أي عشيرة تتمنى تواعد مقاتل مع الحسين تتمنى، وعشائر الخابت القاتل للحسين هم يجوز تسبيه هذا شلون سويتي ما خلانا في التاريخ. إحنا لا ننتاز بحبيب إلى الموت يعني. يا أخوة يا صاحب رسول الله وعلينا أخوانا. إحنا بالنسبة للشبايش كان بال 54 وصاعد، كان الموكب تسجيل يعني اللطام يأخذون من عنده دينار أو دينار الأربع يعطونا وصل، مو مثل هسه كانت تمشين السيارات باصات. يعني إحنا شلون الشباب نصير فوق تدري باص محجر ما له العيون، نروح ننزل أول بداية مو مثل هسه بس كربلة، ننزل بالكاظمين بعد صباح ننزل للإمام الكاظم، من نقضيني وين نجي النوب للنجف هم من بات، والصبح ننزل بالإمام علي، بعدين نرتحل الكربلة. بعد كربلة نبقى بيها تقريبا 5 أيام 6 أيام، بس انت لا تتنوع مطابخ وياها. احنا نروح منا مطبخ كامل أنواع الأكل قبل ما كويش الناس من قد بتكون تريد يعني كون توصل ما لغرض بالأكل تدر ضعب قبل مو مثل هسه يعني موكب قبل أمرار يسوي بس عايز يسوي فاطلة ما أكل حمو أكل. بس شنو ومو هتقل هذا يعني قضاء بيكمله موكب واحد. نطلبك بالمرتضى راعي المدد علي يعني احنا معروفين نطلع الكربلة يعني احنا ليلة 10 نطلب كربلة لازم قبل قضية النوبة تأجيت راحت قضى هاي بوقت عبد الرحمن عارف يعني وبعدين قضى حمل حتى وقف نجيت قدام حسين انتهى هذي قامت الناس من تروح من الشاي تروح عن النخيل اللي يندل يعني بساتين غيره اللي يوصل ما يطل ينكر يروح. احنا نطلع منا بالليل الى يطلعون مثل كانوا الصبح ما حد يطلع. احنا جبنا قار هنا امن اجوا وقالوا سمع لا تخلونا نزلوه خلوه جوا يعني شبنا مأساة. يا راعي الجود يا راعي المفاخر من سقط النظام هاي الشبايش على اطلاقها سوت مواكب بنت عده ما عده شلون انسان يعني غرقان وطلعته. بقينا تقريب سنه او سنتين صارت مواكب الوياه يعني لواء عندنا موكب هنا يسموه لواء العباس يعني هذا ضمن 4000 واحد شاب. انذبح عطشان قلبه ملتهي لحد الان الحسين قاحل بالجنه وانتم عليهم تبكون يعرفون كل الزين ما يفوز إلا الحسين. هسه أنت تشوف الإمام الحسين يقطر مواليد 300 مشقد يعني تصير هاي هسه ما المحرم تقول الإمام الحسين اليوم قاتل واليوم قتل. نيجي للفلوس ما تعرف منين والله يعني أنا أكمل الموكب أقضي عندي كربلة وشبايش يعني دودا عندي 5 ملايين 6 ملايين. يلي عمرك للشهيد حسين ناذر صح الشايب هم يرشيد إلا كانوا شوي عند التزامات نشوف ابنا والشاب يعني ينطي. بس الشباب لهم دور اليوم شباب دورها كلش قوي بين هي الموقف المواكب الشباب ترى يعني ما أحد جات لا أنا لا ما عندي شباب ما بفايدة يعني الخدمة الشاب اليوم مشي الشاب يلبي الطلب الشاب شايب يجي رجال يعني هم نعم الله عليه هذا الآخر شيء ويوقف ويقدم ويطي ماي هذا هم يسوي عدم للشاب شاب ينقد نفسه يقول تعال شاي يعني وانا شاب توني جاي نخوة جاي بحسين الغريب.
والله لو توقف تقعد هنا يوم تشوف الناس تتعدى يعني شايب محدب قد يمشي 12 يوم 13 يوم. قلت لك هاي مرة اليوم أمس جت هنا، هاي كل سنة ما عدت جابت حتى الزائر قام حتى لما يأكل يأخذ من عدة يعني رد اعتبار اللي باعتبار. تحط كارتون موز هنا لحظات يقضي. احنا جماعة يوزعون برتقال ما حد قمنا انه بنجيب البرتقال هي نقل هنت وزي بجاه من خلو عالغبرة تري يمشي وي الزوار صحيح ويمشي وي يقعد وي الموقف بس احنا كون نشوف الإمام الأدي شايف طلع ترقع وين تكبر هو يمشي وياك وشايفين يعني اكو رواية تلتل اكو رواية معجزات صارت احنا نعرف مو بس نقول كل اهل البيت حتى مجالسنا نقول فاطمة تقعد سيدة زينب تقعد الإمام الحسين يقعد عليه مثلا يقعدون المجلس تعزيه نصوره يقعد ما شاء الله ما اقدر انا لا انت ولا انا يلغيها او يقول ماكو لا اكو كم عليل من المرض قلبه تعب الامام الحسين واهل البيت كلهم قبب ناطح السماء هاي من الامام الحسين الردى يحفظ شبابنا هاي المضحيه ويمشي امورنا وانا انخر روحي اتمنى يعني بعد اخدم للامام الحسين وانا اخوه يا حبيب ابن مظاهر اخوه يا حبيب ابن مظاهر.